إما الأربعة أو الجمهور أخذوا بأثر أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس اللي رواه مالك الموطأ: من ترك شيئا من نسكه أو نسي فليهريق دما. وقالوا إن كل من ترك واجبا متعمدا فعليه الدم، بل قال بعض العلماء ولو كان ناسيا. وقالوا هذا قول الصحابي وهو من فقهاء الصحابة ومن كبارهم علما وفقها، الرجوع إلى قوله أولى من الرجوع إلى قول غيره. ولكن جاء كما تقدم بعض الحديث تفيد عدم الوجوب، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000، وترك الواجب مظنة للوجود، ومع هذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بالدم، ولا سيما الحديث الذي أوردته في الصحيحين. قد يجاب عن هذا الحديث أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص له، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له فحينئذ يسقط الإثم، لكن كيف تسقط الكفارة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أيضا لكعب بن عجرة يحلق رأسه وأمره بذلك وألزمه بالكفارة. قد تقدم بحث هذه المسألة، وأنا لي رسالة مطولة في هذا الباب، وذكرت 14 دليلا تخالف أثر ابن عباس.